أهلا بكم وإلى العناوين. بوارج عسكرية إسرائيلية تستولي على سفينة إيرانية تحمل أسلحة إيرانية وسورية مخصصة لفصائل المقاومة في غزة. السعودية والبحرين والإمارات تسحب سفراءها من قطر والدوحة تعيد القرار إلى خلافات خارج مجلس التعاون. موسكو تؤكد أنها لن تسمح بوقوع حمام دم في أوكرانيا، وحكومة القرم تنفي الشرعية عن حكومة كييف وترفض التفاوض معها. لقاءات أمريكية روسية على هامش اجتماع دولي في باريس لبحث سبل دعم الاقتصاد اللبناني. تقرير أممي يتهم لأول مرة المعارضة السورية بانتهاك حقوق الإنسان، والخارجية الروسية تقول إن المتطرفين يحاولون إحباط اتفاقات المصالحة. أهلا بكم إلى الظهيرة. استولت بوارج حربية إسرائيلية على سفينة إيرانية تحمل أسلحة إيرانية وصواريخ سورية الصنع يصل مداها إلى 200 كيلومتر ومخصصة لفصائل المقاومة في غزة. موقع روترنت الإسرائيلي أشار إلى أن عملية الاستيلاء جرت عبر الكوماندس البحري المعروف باسم شايتت والسفن الحربية التابعة للبحرية الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا أن قوات من جنسيات مختلفة شاركت في العملية، عملت جميعها تحت إمرة الجيش. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان على علم بالعملية وكان ينوي إرجاء رحلته إلى واشنطن بسببها. وينضم إلينا مدير مكتب الميادين في طهران علي هاشم. علي، هل من تعليق أولي إيراني؟ حتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي إيراني على هذه الأخبار الواردة من فلسطين المحتلة حول احتجاز ما قيل أنه سفينة إيرانية تحمل أسلحة إلى قوى المقاومة الفلسطينية. حاولنا الاتصال بوزارة الخارجية وأيضا بالجهات الأمنية هنا في البلاد العسكرية، لكن لم يصدر أي تعليق حتى اللحظة. ربما لاحقا يكون هناك بيان يتحدث عن هذا الموضوع، لكن كما نقول حتى الآن ليس هناك من أي شيء. يعني في الأمر بشكل عام يعني أيضا تم التعاطي معه في وسائل الإعلام الإيرانية بشكل يعني عادي كأي خبر آخر، لكن يعني اليوم الجميع هنا ينتظر ما الذي ستقوله الدولة الإيرانية في هذا القرار، ما الذي سيخرج عن الحكومة الإيرانية، هل ستؤكد هذا الأمر، هل ستنفي هذا الأمر، وما إذا كانت في الحال أكلت الموضوع، إذا ما كانت ستقول كلام آخر في هذا الإطار، يعني سيكون لها رد معين. يعني بطبيعة الحال إيران لم تنفي يوما أنها تقوم بدعم المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية خلال السنوات الماضية أو العقود الماضية، وهذا الأمر كان دائما بالنسبة للإيرانيين كما يقولون هم مصدر فخر لهم، ولم يكن أبدا يعني بالنسبة إليهم يحاولون إخفاؤه. أما في هذه العملية فطبعا نحن بانتظار الموقف الإيراني الرسمي لتكون لدينا صورة واضحة، أما إذا كان الأمر يعني هو مجرد ربما يعني إشاعات إسرائيلية تحاول إسرائيل الترويج لها، أم أنه أمر واقع حقيقي وأن إيران كانت ترسل شحنة أسلحة للمقاومة الفلسطينية. طبعا هناك أيضا الكثير من التعليقات حول هذا الأمر فيما يتعلق بعلاقة إيران بحركة المقاومة الإسلامية حماس، ويعني ما كان يقال عن فتور في العلاقة وعلاقة سوريا، نتحدث عن صواريخ سورية أيضا علي. طبعا صواريخ سورية، أي أن هناك التزام إيراني سوري مستمر حتى الآن رغم الخلافات التي قد تكون أو قيل عنها حول ملفات معينة، لكن على ما يبدو في حال يعني صدق الأمر فإن الالتزام الإيراني السوري في إطار دعم المقاومة مستمر. هذا الأمر أيضا يعني ربما بعض المحللين يذهبون أبعد من ذلك إلى الأسابيع الماضية التي شهدت زيارات عديدة بعضها سرية وبعضها علنية لمسؤولين فلسطينيين ومسؤولين في المقاومة الفلسطينية إلى طهران. يعني هذا الأمر بأكمله كله يدخل في إطار ذات الموضوع.
يعني الانتظار حاليا هو سيد الموقف فيما يتعلق بالموقف الإيراني مجددا نقول هذا الأمر. لكن على كل الأحوال الأمر بالنسبة لإيران هو إذا مسألة يعني حصلت في السابق ويعني في حال أنها حصلت فعلا اليوم فهو الأمر غير نعم علي بالنسبة لي يعني التزام الإيرانيين بدعم المقاومات. علي هاشم مدير مكتب الميادين كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. ومن رام الله ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي واصف عريقات، أهلا بك سيد عريقات. حين نتحدث عن أسلحة إيرانية وصواريخ سورية الصنع يصل مداها إلى 200 كيلومتر، هذه الصواريخ أين موجودة؟ وأسلحة حين يقول يعلون عنها أنها أسلحة كاسرة للتوازن الاستراتيجي، ما مدى أهمية هذه العملية وهذه القرصنة الإسرائيلية؟ يعني اولا دعنا نتحدث عن خبر، واهلا بك. الخبر يعني من يقرا الخبر بشكل جيد يدلل على ان من صاغ الخبر هذه الكلمات المتقاطعه التي يعني تدخل ايران والصناعه السوريه للصواريخ وفصائل المقاومه في غزه تحاول اظهار حجم استهداف اسرائيل من محيطها العربي والاسلامي، وطبعا الاسلامي المقصود في ايران، وخاصه ان توقيت الخبر لأن نتنياهو موجود في واشنطن ونتنياهو يحاول قدر الإمكان إقناع الأمريكان بالتراجع عن الاتفاق الذي حصل مع إيران بخصوص النووي الإيراني، لأنه كل فرصة يخرج فيها نتنياهو على الإعلام يتحدث عن إيران وعن الخطر الإيراني، وفي المدة الأخيرة أخذ يركز ليس فقط على النووي الإيراني بل أيضا على الصواريخ وعلى التقنيات الحديثة الإيرانية. فبالتالي واضح أن يعني الخبر يكون عن صحة وكل كذب، ويحاول قدر الإمكان أن يظهر للعالم بأن إسرائيل هي المستهدفة وليس العكس، وربما هذا الخبر يدلل على أن هناك نية مبيتة عند نتنياهو للتدخل المباشر في قضايا الصراع في المنطقة ومن أجل تغيير قواعد اللعبة، وخاصة أنه شعر في الآونة الأخيرة أن إسرائيل خارجة من هذه القواعد. نعم، طيب سيد عريقات نتحدث هنا عن ذكرت كلمة الكذب عن صياغة الخبر وطريقة كيفية تعامل القنوات الإسرائيلية وإسرائيل مع هذا الخبر، أم أنه الحادثة والقرصنة كلها مفبركة؟ خاصة أنه حتى الآن لا تعليق إيراني. إسرائيل تتقن فن صناعة الخبر الكذب وصناعة تخطيط للسيناريوهات، يعني حينما تتحدث إسرائيل عن سفينة وقبلها تتحدث عن مطار دمشق إلى إيران، وإيران إلى بندر إلى ميناء بندر عباس، وميناء بندر عباس ثم تعود إلى إيران وإلى العراق وإلى بورسودان، واستيلاء استولى عليها جنود الوحدة الخاصة التابعة للسلاح البحرية، من هم؟ بين أريتريا والسودان وعلى بعد 1500 كيلومتر من السودان. إذن هي من صنع الخبر، هي اللي من حرك السفينة، هي اللي من وضع يعني الإسمنت على السفينة والأسلحة بينها. فبالتالي هذه السفينة كلوسي أنا أعتقد أنها صناعة إسرائيلية، منتج إسرائيلي، وخاصة أنها حينما تقول أنها ترفع العلم البنمي فبالتالي تحاول إظهار يعني هذا كله كذب في كذب. طيب ما المقصود من هذه العملية الكاذبة إن صح التعبير؟ أنا أعتقد أنها تخفي شيئا وراءها. هناك ما هو؟ يعني أشياء يعني أولا نتنياهو كان في الولايات المتحدة الأمريكية وسمع من الأمريكان، ربما صحيح أنه لم يضغط عليه في موضوع على الفلسطيني، ولكن أيضا هو نتنياهو يريد أن يحصل على مزيد من الدعم لرفض السلام هذا من جهة، ومن أجل تبرير تدخله في المنطقة من جهة أخرى، لأنه في الآونة الأخيرة يعني لم يعد أحد يصدق نتنياهو لا في الداخلية ولا في الجبهات الخارجية، فبالتالي يحاول قدر الإمكان أن يضع حجر عثرة أمام كل من يتحدث خارج الإطار الذي يريد نتنياهو. طب برأيك سيد عريقات هكذا خبر بهذا الحجم وذكرت أنه كاذب ومفبرك، هل برأيك هو صناعة إسرائيلية صرفة أم هناك من يدعم إسرائيل في مثل هذه الحجة لتبرير أمور معينة في المستقبل القريب؟ إسرائيل لا تثق إلا بإسرائيل. إسرائيل حينما تفبرك الخبر أو أي سيناريو تعتمد على نفسها ولا تثق إلا بنفسها، حتى في الداخل الإسرائيلي هناك من تحاول قدر الإمكان إبعادهم، لأن هناك يعني لوبي صهيوني هو الذي يخطط، وهذا اللوبي لا يثق إلا بنفسه. طيب ارتدادات هذه القضية
يعني انا اعتقد من المبكر الحديث عنها الان، ولكن يعني حينما يقولوا انه الذي اشرف على العمليه رئيس الاركان جانت وقائد سلاح البحريه روتنبرغ واعطيت الاوامر من لوس انجلوس من قبل نتنياهو، انا اعتقد يجب التوقف طويلا عند الخبر وفتح باب الاحتمالات. هناك مخاطر كثيره ربما يعني يجب تحليلها الآن على ضوء هذا الخبر. طيب حين يذكر الخبر بأنه الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا أن قوات من جنسيات مختلفة شاركت في العملية، ماذا يعني ومن هي القوات المقصود توريطها في هذه العملية؟ يعني فتح باب الاحتمالات وباب يعني الاتهام. إسرائيل الآن تضع قائمة لأنه إسرائيل اتهمت. أنا أسلم متهم الآن في أوكرانيا، يعني يقال بأن هناك إسرائيليين وهناك أسلحة إسرائيلية تستخدم في أوكرانيا فبالتالي أنا أعتقد أنه نتنياهو يحاول قدر الإمكان الرد أيضا على هذا الاتهام الإسرائيلي، لأنه يعني لاحظوا أن إسرائيل هي التي تستهدف وليست تستهدف. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم واصف عريقات، خبير استراتيجي كنت معنا من رام الله. أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة سحب سفرائها لدى قطر، وأعزت الدول الخليجية الثلاث السبب إلى عدم التزام الدوحة مقررات جرى التوافق عليها سابقا، بينما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الدول اضطرت إلى سحب سفرائها من قطر لحماية أمنها واستقرارها. في المقابل أسفت قطر لهذه الخطوة وقالت أنها لن ترد بالمثل، معيد القرار إلى خلافات خارج مجلس التعاون. خطوة الدول الخليجية الثلاث تأتي بعد تأزم تصاعدي عرفته علاقات الدوحة بجيرانها الخليجيين ولا سيما الرياض. حسن حجازي. كاد مجلس التعاون الخليجي ينقص عضوا حين سالت أنباء قبل أشهر عن تهديد الملك السعودي بطرد قطر من المجلس. الوساطة الكويتية المستمرة عادت وبردت الأجواء وفق صحف خليجية، لكن السلطات القطرية استمرت في انتقاد الحكم في مصر واتهامه بممارسة القمع. مؤخرا هددت الرياض الدوحة مجددا بإغلاق الحدود البرية والمجال الجوي أمامها بسبب دعمها جماعة الإخوان وخروجها عن مواقف دول مجلس التعاون بحسب صحيفة العرب. جاءت خطبة الشيخ يوسف القرضاوي من الدوحة لتصب الزيت على النار بعد انتقاده السعودية والإمارات والسلطة الحالية في مصر. أن هؤلاء الذين غدروا بمحمد مرسي ومكروا به وافتروا عليه أنهم لن يفلحوا أبدا، لأن الله قال وقد خاب من افترى، وهؤلاء افتروا وكذبوا. لم يفلح أحد في رأب الصدع بين الجارتين الخليجيتين مع ازدياد التباين حول كل نقاط التوتر في الإقليم. الطرفان اختلفا حول الأزمة السورية منذ بدايتها بشأن هوية الفريق المعارض المنوي دعمه، مع إصرار قطر على تقديم الإخوان إلى الواجهة. الوضع ليس أفضل حالا بالنسبة لليمن، حيث تتهم السعودية قطر بتخريب مصالحها هناك. إلى جانب كل ذلك، فإن نمو دور قطر الإقليمي حل في أماكن نفوذ سعودية. جاء اتفاق الدوحة في لبنان حيث أنجزت الرياض اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب الأهلية. كذلك عملت قطر على خط المصالحة الفلسطينية بعد أنجاز السعودية لاتفاق مكة في الإطار نفسه. بالعودة أكثر إلى الوراء، يتبين أن جذور الخلافات تعود إلى أصل نشوء الإمارات القطرية. يقول رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان لصحيفة وول ستريت جورنال إن محطة تلفزيونية و300 مواطن لا يصنعون دولة. ومن الرياض ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي عقل الباهلي. أهلا بك سيد الباهلي. هي سابقة في العلاقات الخليجية السعودية والبحرين والإمارات تسحب سفرائها من دولة قطر، لماذا وما معنى ذلك وتفسيره؟ في الفترة الأخيرة يعني في تسريبات كثيرة. طبعا الخلافات القطرية الخليجية قديمة، ويعني ما يقلل من خطورة الخلافات في دول الخليج أنه يعني أكثر يعني الملفات اللي تحسبها الدول الخليجية على قطر هي ملفات سياسية، مواقف خارج يعني الخليج، مواقف إقليمية
مواقف يعني يعرفها الجميع، ويعرف ايضا مدى يعني ما هو يعني الملف الاكثر يعني تاثيرا في العلاقات الخليجيه في السنوات السنتين الاخيرتين. يبدو انه ملف الاخوان المسلمين كان يعني ملفا ساخنا، وهناك يعني قول من الخليجيين بأن القطريين يتبنون الأخوان المسلمين كأداة للتغيير في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة. هذا يعني أعتقد أنا أنه لا يدعو يعني إلى تصعيد كبير بسحب السفراء. ربما يعني لو كان هناك تجميد لبعض العلاقات، إشعار قطر بأنه يعني إخوتها الخليجيين لديهم مخاوف، وربما يكون هذا أفضل، لأنه إذا كانت قطر لديها مشروع هذا الحجم يعني ربما لن يفيد مثل هذا القرار، ولأنه القطريين يعني كما يقول الخليجيين لديهم يعني مشروع كبير بهذا الحجم. طيب. أعتقد أنا أنه أيضا قطر اليوم يعني لم تدفع بالخلاف، وقالت كانها لن تسحب سفرها. وأنا يعني دائما أعتقد بأنه ربما في الفترة القادمة تهدأ الأنفس، ومسألة أنه يعني الدول الخليجية لا يكون لديها مساحات من التفكير، أعتقد أنه شيء مشروع، والجميع يعني لديهم علاقات. طيب سيد الباهلي، هل يمكن أن تلتحق الكويت بالدول الثلاث باعتبار أن أميرها كان شاهدا على توقيع الأمير القطري والتزاماته والتعهدات المكتوبة التي وقع عليها في الرياض في شهر ديسمبر الماضي؟ هل يمكن للكويت أن تذهب أيضا في هذا الاتجاه؟ يعني إذا قرأنا الخريطة الخليجية هناك ثلاث دول الآن لا تستطيع أن تفعل شيء في العلاقات الخليجية القطرية، الدول التي أعلنت سحب سفرها، وعمان بطبيعتها لا يعني لا تود أن تكون طرفا في الخلافات الخليجية ولا في المشاريع الخليجية، وإنما تبقي نفسها كدولة خليجية فقط لا أقل ولا أكثر. إذن الكويت ربما يعني أفضل أن تبقى خارج المشكلة الحالية حتى تستمر في الجهد يعني القديم لمحاولة إعادة المياه إلى مجاريها، ويعني تصحيح بعض الأخطاء، وهي المتبقية لتتحدث مع قطر. يعني لا، ليس هناك الآن غير الكويت للحديث مع قطر، وحتى الكويت ليس يعني قطر أيضا ربما يعني تستفيد من العلاقات الكويتية في إعادة يعني تفهم الخليجيين للمواقف القطرية، وربما أيضا يكون هناك يعني شيء من التنازلات من هنا وهناك. لكن أنا يعني لا أفضل الحقيقة إدخال الناس أيضا. الآن المشكلة اللي ستحدث هي مشكلة الإعلام وشعوب هذه الدول والدفاع الإعلامي اللي سيدخل الناس في أزمة لم أكن أتمنى أن يكون الناس جزءا من خلافات سياسية بين الحكام. أشكرك. يعني كان عقل الباهلي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن موسكو لن تسمح بوقوع حمام دم في أوكرانيا، وأعرب عن استعداد أسطول بلاده المرابط في البحر الأسود لحماية الشعب القرم. لافروف وقبيل مباحثات مع نظيره الأمريكي جون كيري أشار إلى أن بلاده لا تصدر أوامر لقوات الدفاع الذاتي في القرم. وعن مسألة نشر مراقبين دوليين في أوكرانيا قال لافروف إن هذا الأمر يتعلق بكييف وحدها. إلى ذلك، وفيما أعلنت المفوضية الأوروبية خطة لمساعدة أوكرانيا بأحد عشر مليار يورو، أكد سفير أوكرانيا لدى بيلاروسيا أن واشنطن تشترط على كييف نشر عناصر الدرع الصاروخي على الأراضي الأوكرانية مقابل تقديم مساعدات إليها. في المقابل، أعلنت حكومة القرم رفض التفاوض مع حكومة كييف بعدما نفت الشرعية عنها. هذا وعادت الحياة إلى طبيعتها في عاصمة شبه جزيرة القرم.
رغم تردي حالة الطقس في عاصمة القرم سيمفيروبول، إلا أن مركز المدينة اكتظ بالمارة، وكيف لا والطرق التي قطعت على مدى أسبوع بسبب توتر الأوضاع في شبه الجزيرة عادت إليها الحركة. لكن السمة المميزة للمدينة اليوم هي اختفاء المسلحين بالزي العسكري الروسي ومنتسبي فصائل الدفاع الذاتي الذين كانوا يحرسون المباني الحكومية والمرافق الحيوية. عندما تسمع وسائل الإعلام الغربية يصيبك الجنون، إنهم ينشرون الأكاذيب ويقولون إن القرم يحترق ويداس بأقدام الغزاة الروس. انظر من حولك، الناس يتجولون مع أطفالهم ويبتسمون ويتمتعون بالحياة. لا أحد هنا يفرق بين روسي وأوكراني وتتري ويوناني وغيرهم من أبناء هذه الأرض. ألكسندر يقول إنه أدى خدمته العسكرية أيام الحرب في أفغانستان مع رفاق السلاح من سائر أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق. يريدون أن يزرعون بذور الفتنة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة. بدأوا بعاصمة أوكرانيا، زرعوا الفوضى هناك. نحن لا نريد أن تصلنا الفوضى، نحن روسيا تحمينا. الحمائم البيضاء بأيدي الصغار والكبار، علامة التوق إلى السلام والاستقرار والطمأنينة. سكان القرم لا يريدون الانفصال عن أوكرانيا، لكنهم لا يريدون أن يبعدوا عن الوطن الأم روسيا، لا يريدون أن تداس أرضهم بأقدام جنود حلف شمال الأطلسي. هنا يطلقون الحمائم إلى السماء. في سيمفيروبول انقلب المشهد اليوم، فقد انسحب من الشوارع ومن أمام المباني الحكومية مسلحون كانوا يرتدون الزي العسكري الروسي، وكأن في ذلك إشارة إلى أن الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي. سلام العبيدي، سيمفيروبول، الميادين. تطورات الأوضاع في أوكرانيا تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية بأنه جرى أمس في مقاطعة أستراخان الروسية إطلاق تجريبي لصاروخ توبول البالستي العابر للقارات. وفي الولايات المتحدة، كشف رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس مايكل روجرز عن فتح تحقيق ضد إدارة الاستخبارات القومية لإبلاغها النواب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجرؤ على فرض سيطرته على شبه جزيرة القرم. تحليل مكتب الاستخبارات تعارض مع تحليلات وكالة الاستخبارات المركزية CIA التي حذرت من احتمال زيادة عدد الجنود الروس في القرم. إلى ذلك، أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن واشنطن بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين تريد تقديم مخرج إلى الرئيس الروسي بالنسبة إلى الأزمة الأوكرانية. وقال المسؤول إن المقترحات التي قدمها أوباما تقوم على انسحاب القوات الروسية من شبه جزيرة القرم وإرسال مفادين دوليين إلى هناك لمراقبة تطور الأوضاع وتقويمها. جدد أوباما في تصريحات له أمس قوله إن تدخل موسكو في أوكرانيا سيؤدي إلى أضعاف نفوذها في المنطقة. بالنسبة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفائهما، فإن ما تقوم به روسيا يشكل انتهاكا للقانون الدولي. أعلم أن الرئيس بوتين لديه على ما يبدو تفسيرا مختلفا، لكن لا أعتقد أنه يستطيع أن يخدع أحدا. تشهد العاصمة الفرنسية باريس اليوم لقاءات جانبية بين وزراء خارجية الدول الغربية وروسيا. اللقاءات تعقد على هامش اجتماع مخصص لبحث سبل تسليح الجيش اللبناني وتقديم مساعدات إلى اللاجئين السوريين ودعم الاقتصاد اللبناني عبر صندوق أنشأه البنك الدولي. اللقاء سيحضره وفد لبناني يترأسه رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ووزراء خارجية كل من روسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي فيصل جلول من العاصمة الفرنسية. أهلا بك سيد جلول، على ماذا يستند هذا المؤتمر وما هي أهميته في ظل نهاية قبيل نهاية عهد الرئيس اللبناني ميشيل سليمان؟ بداية لابد من إضافة وزير الخارجية السعودي إلى المجتمعين، صحيح سيبحث موضوع
مليارات السعودية للجيش اللبناني. أهمية هذا المؤتمر ليست استثنائية، هو كان مبرمجا من قبل، ومن المفترض أن تبحث فيه مسائل متنوعة وأن يصدر عنه بيان يقرر أن لبنان يجب أن يكون بمنأى عن سوريا كما هو أعلن، كما أعلن رئيس الجمهورية مرارا بذلك نائب النفس، وأن يكون أيضا لبنان قادر على استيعاب المهاجرين السوريين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، ومن المنتظر أن يحصل على 720 مليون دولار في هذا المجال، إضافة إلى 50 مليون دولار من البنك الدولي التي يعني ستكون عاجلة. وأعتقد البيان النهائي سيؤكد على وجوب احترام الاستحقاقات الدستورية وبصورة خاصة رئاسة الجمهورية. هناك من يقول بأنه ستبحث يعني موضوع الأسلحة التي ستعطى إلى لبنان، البعض يتحدث عن أن هذه بعض هذه الأسلحة وصل كالصواريخ المضادة للمدرعات وصلت في آب الماضي، لا نعرف ذلك يعني. والبحث يدور الآن حول نوعية هذه الأسلحة، وإن كان يتم ذلك بسرية تامة. مجمل هذه المسائل ستبحث في هذه والبعض يتحدث بحسب خبراء أنه صواريخ مضادة للطائرات يعني لا يتعدى مداها 5 كيلومترات، وهي لا تجدي نفعا بالنسبة إلى الوضع القائم بين لبنان وبين إسرائيل كعدو. لا غلط الحديث أنها لا تجدي نفعا. هذا النوع من الصواريخ إذا تأكد أنه هو الذي سيعطى إلى لبنان، نعم، ربما يراد منه مجتمع طائرات بدون طيار حزب الله أو سوريا أو شيء من هذا النوع. يعني حتى يعني الصواريخ ضد المدرعات ربما يراد منها القائد بأنه هذه الصواريخ قد تستخدم في مجابهات مع السوريين أو مع حزب الله. يعني البعض الذي يريد أن يكون دفاع لبنان ودفاع داخلي ليس إسرائيل، نعم، يبرر هذه الأسلحة بهذا. طيب سيد فيصل، هل المهم المؤتمر بحد ذاته أم أنه ما سيجري من لقاءات على هامش هذا المؤتمر بخصوص الأزمات في المنطقة والعالم؟ من سوء حظ لبنان واللبنانيين أن المؤتمر أهميته أصبحت أوكرانية وليست لبنانية، باعتبار أن كل الأنظار متجهة اليوم إلى لقاء كيري لافروف وما سيصدر عن هذا اللقاء والحديث عن المبادرة الألمانية لحل الأزمة الأوكرانية. موضوع اللبناني صار ثانوي بالنسبة لي يعني اللقاء، ولم يعد هو الأساس. نعم، أشكرك جزيل الشكر فيصل جلول الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. أعلن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي الجولان المحتل منطقة عسكرية، طلب من المستوطنين عدم التوجه إلى العمل في الحقول القريبة من الشريط الشائك. يأتي ذلك بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أحبط تنفيذ عملية ضده، زاعما إصابة عناصر من مجموعة وصفها بالتخريبية كانت تضع عبوة ناسفة قرب الحدود الإسرائيلية السورية. مصادر صحفية أكدت للميادين أن ما حصل هو محاولة مجموعة لم تعرف هويتها التسلل إلى قرية الحميدية قبل أن يتصدى لها الجيش السوري. المصادر أكدت أيضا عدم وجود أي عناصر لحزب الله في تلك المنطقة المزروعة بالألغام والتي لا تستطيع أي مجموعة تنفيذ عملية فيها. مع ساعات الصباح الأولى مجموعة حاولت التسلل من الجولان المحتل باتجاه قرية الحميدية الواقعة على بعد 500 متر إلى الشمال من مدينة القنيطرة المحررة. بالتأكيد الجيش العربي السوري تمكن من إحباط عملية التسلل وأردى عناصر المجموعات المتسللة بين قتيل وجريح. ردة الفعل الإسرائيلية كانت سريعة ومباشرة، أطلقت 4 صواريخ موجهة مركزة من داخل المحتل باتجاه هذه القرية، قرية الحميدية التي يسيطر عليها الجيش العربي السوري. وعلمنا من مصادر مطلعة ومقربة أن إحدى القذائف سقطت في مدرسة والأخرى سقطت في جامع القرية.
في معلومات خاصة بالميادين، أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحديث عن فتحة جبهة في درعا ضد الجيش السوري هو تهويل، وأن الوضع الميداني تحت السيطرة. الأسد وخلال استقباله وفدا سياسيا أردنيا قال إن سوريا ملتزمة مواجهة مشروع كيري، وإنها تدعم نضال الشعب الأردني للحفاظ على هويته الوطنية في مواجهة مشروع الوطن البديل. اتهمت الخارجية الروسية الجماعات المتطرفة في سوريا بمحاولة إحباط الجهود الهادفة إلى توقيع اتفاقات الهدنة المحلية وتنفيذها. في جنيف صدر تقرير عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتهم ولأول مرة المعارضة المسلحة إلى جانب الحكومة السورية بانتهاك حقوق الإنسان وبارتكاب المجازر في سوريا. التقرير حدد المجموعات المسلحة بالأسماء من داعش إلى النصرة وأحرار الشام، وأخص الجيش السوري الحر بارتكاب مجازر وتجنيد الأطفال للقتال واستهداف المدنيين. كذلك تحدث عن أكثر من حادثة استخدم فيها السلاح الكيميائي، وتوقف بالتفصيل عند الغوطة وخان العسل. ميدانيا، ومنذ بدء المعارك في محيط مدينة يبرود يعتمد الجيش السوري سياسة السيطرة على التلال المحيطة بها، فيبرود تقع بين جبلين، وفي المقابل يتحصن المسلحون فيها على نحو جيد ويمتلكون أسلحة نوعية. الحصيلة الميدانية لمعارك محيط يبرود مع محمد محسن. السلام عليكم. حتى الآن لم تدخل مدينة يبرود في لحظة الاشتباك المباشر بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة فيها التي تعد جبهة النصرة أكثرها عددا. سيطرة الجيش السوري على منطقة السحل وقبلها منطقة جرجير أفقدت المجموعات المسلحة في يبرود اثنين من أبرز خطوط الدفاع عن المدينة الواقعة تحت سيطرتهم منذ نحو عامين. تتركز المعارك حاليا في منطقة فليطة ومنطقة مزارع ريما الواقعة بين النبك ويبرود، منطقة مهمة تأمينها يعني تأمين الأوتوستراد الدولي وكسب مساحات أوسع مشرفة على المدينة، وهي السمة التي تتمتع بها أيضا منطقة السحل التي تبعد عن يبرود مسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات. منطقة فليطة تكتسب أهميتها أيضا لا لكونها شريانا حيويا لمسلحي يبرود على مستويي التدخير والتنقل فقط، بل أيضا لأنها ممر إلى منطقة عرسال اللبنانية، السيطرة عليها تعني اشتداد طوق ثلاثي على يبرود من شمالها وشرقها وغربها. هكذا يعتمد الجيش السوري سياسة قطع طرق الإمداد وعزل مدينة يبرود قدر الإمكان، فضلا عن السيطرة على كل المرتفعات المحيطة بها. يسيطر على تلة في فليطة يبلغ ارتفاعها 1300 متر، فيما يسيطر المسلحون على تلة مقابلة ترتفع 1600 متر. معابر التهريب تشح أيضا من دون إمكان القول بقطعها نهائيا حتى الآن. أتاحت السيطرة على جرجير منع التهريب عبر 18 معبرا، 4 منها معبدة وأبرزها الزمراني الواصل إلى منطقة عرسال ومعبرا فيخة وأيضا المطرباني. في يبرود يتحصن المسلحون جيدا، يملكون أسلحة ضد الدروع، ويكثر في حوزتهم صاروخ الكونكورس المضاد للدروع وعدد من صواريخ الكورنت ذات الوظيفة نفسها. ليس واضحا ما إذا كانت يبرود على شفير المواجهة العسكرية المباشرة. سيناريوهات عديدة محتملة، لكن الأكيد أن الطرفين صارا على تماس مباشر وجها لوجه. السلام عليكم. وفي صور حصرية للميادين من أرض المعركة في القلمون، تظهر تفاصيل العملية العسكرية في مزارع ريما شرق يبرود، حيث يتقدم الجيش السوري.
إذن مشاهدينا الكرام، نتابع هذه المشاهد الحصرية للميادين من أرض المعركة في القلمون. هذه المشاهد واضح تفاصيل العملية العسكرية فيها في مزارع ريما شرق يبرود. الجيش السوري كان قد تقدم فيها ويتجه باتجاه يبرود. ومن مدخل مخيم اليرموك في دمشق ينضم إلينا مراسلنا محمد الخضر. محمد، ماذا في آخر التطورات الميدانية في اليرموك؟ في الواقع تسود في هذه اللحظة حالة من الهدوء، هو هدوء حذر. قبل حوالي ساعتين كانت هناك عملية قصف مركزة استهدفت عمق هذه المنطقة، عمق مخيم اليرموك. في الواقع هناك حالة بدأت في هذه المنطقة، هي حالة من التوتر، حالة ربما تصفها بعض المصادر الميدانية هنا العودة إلى المربع الأول. كما ترون ربما في عمق هذه الصورة حتى هناك خشية من رصاص القنص الذي بدأ يتجدد في هذه المنطقة. تحدثت أيضا المصادر لنا على أن القصف اليوم كان يستهدف ردا على إطلاق نار على مجموعة من عناصر اللجان الشعبية الفلسطينية والتي وقع فيها مصابون على ما يبدو. في كل الأحوال هذه اللحظات الصمت التي نشهدها الآن في هذا المدخل وهو أحد مداخل مخيم اليرموك هي لحظات حذرة، لأنه عادة ما تتجدد الاشتباكات وحالات القصف باستخدام الأسلحة المتوسطة والرشاشة وحتى استخدام الأسلحة ربما القصف المدفعي الذي يستهدف المجموعات أو تجمعات المسلحين، خصوصا بعد دخول جبهة النصرة إلى عمق هذا المحور وهو محور تقريبا منطقة راما وساحة الريجة، وهي مناطق كانت تشهد قبل أقل من أسبوع تقريبا عمليات توزيع السلال الغذائية وإخراج الحالات الإنسانية من هذه النقطة من داخل المخيم. طيب محمد، كان قد حكي عن مساعي للعودة إلى الهدنة السابقة، هل من شيء جديد بهذا الخصوص؟ في الواقع بالفعل هناك محاولات للعودة ربما لإقناع الكتلة الشعبية، كتلة المدنيين الذين لا يزالون داخل مخيم اليرموك للضغط من أجل العودة إلى التطبيق الكامل لمبادرة الحل في هذا المخيم، والتي كانت قد بلغت نقطة متقدمة جدا. يعني كانت هناك قبل دخول عناصر جبهة النصرة إلى هذه النقطة كانت الأمور تقريبا على وشك نشر مجموعات ثانية، دفعة ثانية من المسلحين من الفصائل ومن تجمع أبناء اليرموك في محيط هذا المخيم تمهيدا لعودة الحياة تدريجيا. وحتى يعني رأينا بيوم العين هناك كميات من الطحين كانت معدة للدخول إلى المخابز من أجل إعادة الحياة لهذه النقطة. لكن في المقلب الآخر ربما وهو الذي تعمل عليه الفصائل الفلسطينية أن كل الاحتمالات هنا واردة جدا، يعني موضوع العمل العسكري كحل لا أصبح لابد منه للضغط من أجل تنفيذ تلك المبادرة. الحل هنا يمشي على اتجاهين، هو الاتجاه الأول اتجاه اللجنة الشعبية الفلسطينية وهي لا تزال تعمل أيضا بالتوازي مع جهود المدنيين في الداخل، والحل الآخر وهو الحل العسكري والذي بدأ يعني واضحا. يعني هذه المنطقة بعد أن عاشت فترة، حتى هذه الأبنية المحيطة هنا عاشت فترة من السكون والهدوء حوالي أسبوعين أو ثلاثة، عادت الأمور إلى تقريبا القصف والاشتباكات وقذائف الهاون التي كانت تسقط على الشارع الرئيسي في مخيم اليرموك. محمد الخضر، كنت معنا من أمام مدخل مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لك. تعرضت بلدة النبيشيت في البقاع شرق لبنان لسقوط 3 صواريخ مصدرها الأراضي السورية. الصواريخ لم تؤدي إلى وقوع إصابات. الصواريخ اليوم تأتي غداة سقوط 3 صواريخ على بلدة اللبوة مصدرها سوريا، وقد تبنى تنظيم داعش العملية. أكد رئيس الحكومة العراقية نور المالكي أن مجلس النواب لا يلتزم الضوابط الدستورية فيما يتحدث عن الدستور والشراكة، متهما رئيس مجلس النواب بتعطيل المؤسسة التشريعية وبتحريف مسارها والتلاعب بالقوانين. المالكي أضاف أن هناك من يساند داعش على نحو مباشر أو غير مباشر. ولذلك قررنا أمس بالإجماع في مجلس الوزراء بأننا سنمضي وسنصرف من الأموال بما يحقق تنفيذ الكثير من متطلبات وحاجات الشعب العراقي، وهذه مسؤوليتنا ننفذها أخلاقيا ودستوريا سواء كان صدقوا الموازنة أو لم يصدقوها.
ميدانيا قتل 4 أشخاص وأصيب 29 آخرون بسلسلة انفجارات بسيارات مفخخة في بغداد. فقد قتل مدني وأصيب 9 بانفجار سيارة مفخخة قرب الجامعة التكنولوجية في وسط العاصمة، فيما قتل مدنيان وأصيب 8 بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الشعب. وفي وسط العاصمة قتل مدني وأصيب 3 بانفجار سيارة مفخخة قرب كراج للسيارات، كما انفجرت سيارة مفخخة في الزعفرانية جنوب شرق العاصمة وأدى انفجارها إلى إصابة 9 أشخاص. أودعت اليابان 450 مليون دولار في البنك المركزي الإيراني مقابل نفط اشترته من إيران، وذلك بموجب اتفاق جنيف النووي وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يزور فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليابان ضمن جولة تشمل عددا من الدول الآسيوية. وفي إيران تجري قوات التعبئة الشعبية أو ما يعرف بالباسيج تدريبات في مختلف المدن. التدريبات ترمي إلى التدرب على كيفية مواجهة أعمال الشغب ومواجهة حرب العصابات. من جديد تعود تدريبات قوات التعبئة الشعبية الإيرانية الباسيج إلى الواجهة. تتدرب هذه القوات على أنواع حرب العصابات. يقول قادتها إن أهمية جاهزيتهم يمكن لمسها فيما تعيشه دول المنطقة. نحن بحاجة لتضافر واستعداد قوات التعبئة في كافة دول المنطقة لنتمكن من مواجهة الضغوطات والاعتداءات المتمثلة في الجماعات التكفيرية. اليوم بات جليا أهمية ما تقوم به قوات الدفاع الوطني في سوريا. التدريبات تتضمن مواجهة التظاهرات والتدخل السريع لضبط الأمن داخل المدن عند الحاجة. نتدرب على طرق مواجهة أعمال الشغب أو محاولات الانقلاب الناعم. دورنا يبدأ عند طلب وزارة الداخلية أو بأمر مباشر من قائد البلاد لنواجه الشغب. في المناطق الحدودية تختلف أنواع التدريبات. هي هنا تقوم على نصب كمائن في المعابر الجبلية وصد محاولات تسلل افتراضية تقوم بها جماعات مسلحة تحاول اقتحام المدن. أهمية هذه المناورات تكمن في حفظ الجاهزية لمواجهة الأشكال المختلفة من حروب العصابات التي ندرب فيها القوات على أنواع أسلحة خفيفة وثقيلة. نتدرب على استخدام الرشاشات والدوشكا وقذائف الار بي جي إضافة إلى المدفعية. يمكنك أن تشاهد في هذه التدريبات شبابا لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة. يتدرب هؤلاء على كيفية استخدام أنواع الأسلحة الفردية الخفيفة، يقولون إنها حاجة للدفاع عن النفس. لعل هذه التدريبات التي تخوضها قوات البسيج الإيرانية تعتبر كلاسيكية، لكنها تعتبر أيضا الأنجع في ضبط أمن المدن أثناء الحروب، إضافة إلى مواجهة حرب شبه نظامية تخوضها جماعات مسلحة داخل البلدة والمدن. رضا الباشا من مدينة سمنان الإيرانية، الميادين. والآن إلى الأخبار الاقتصادية والزميلة إليسار كرم. إليسار مرحبا. مرحبا سلمى، شكرا لك. أهلا بكم. انهارت الأسهم القطرية بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر. المؤشر العام للبورصة خسر أكثر من 3% من قيمته، لكنه استعاد جزءا من خسائره عند الإغلاق ليقفل عند أدنى مستوى له في شهر. الخطوة الخليجية تأتي بعد يوم واحد من اجتماع صاخب لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي. 90 دولارا متوسط سعر النفط في الأعوام المقبلة. وكالة موديز للخدمة الاستثمارية توقعت تراجعا محدودا في الأسعار، ما سيؤثر سلبا في بعض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. تقرير موديز أوضح أن العديد من دول الخليج يواجه بالفعل ضغوطا مالية على الرغم من استقرار أسواق النفط في الوقت الحالي. توماس بيرن أحد المشاركين في كتابة التقرير توقع أن تكون البحرين وسلطنة عمان الأكثر تأثرا مع احتمال انخفاض تصنيفاتهما السيادية. لن ينال مصنع لتسهيل الغاز في الجزائر النور لأن خلافا نشب بين شركة النفط الجزائرية سوناتراك وشركة توتال الفرنسية حول أسعار المبيع في المشروع الذي يكلف 5 مليارات دولار. وترى الجزائر أن الشركات العالمية تقاسمها حصة ضخمة من أرباحها النفطية، وفي العام الماضي وحده حصلت هذه الشركات على 46 مليار دولار بما يمثل خمس أرباح البلاد.
اليابان تسدد 4.5 مليار دولار من أموال النفط لطهران، وهي الدفعة الثانية من ثمن الخام الإيراني بعد تخفيف العقوبات ضمن الاتفاق النووي مع دول غربية. سداد طوكيو للدفعتين الأولى والثانية قد يصب في مصلحة الشركات اليابانية التي تنافس شركات عالمية أخرى للاستثمار في قطاع النفط والغاز الإيراني. الصين تشن حربا على التلوث وإن على حساب النمو، وفي أوضح رسالة تطلقها أكدت بكين انتهاء حقيبة السعي وراء النمو الجامح، وتعهدت مكافحة التلوث وتقليص وتيرة الاستثمار إلى أبطأ معدل في عقد. وفي ظل السعي إلى تحقيق نمو أكثر استدامة، قال رئيس الوزراء لي كي تشيانغ إن الصين تسعى إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 7.5% هذا العام، وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الكبرى. 1.5 مليار دولار أفرضها الرئيس الأمريكي باراك أوباما للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن خطة أمريكية لمواجهة الأزمات الإنسانية والإصلاحات السياسية. في المقابل خصص 80 مليار دولار للحرب في أفغانستان. محاطا بالأطفال في حضانة مدرسية، قدم الرئيس الأمريكي ميزانية العام المقبل بعجز يتجاوز 500 مليار دولار ونفقات قيمتها 3900 مليار. وتنص خطة الميزانية على تسهيلات ضريبية للعاملين الفقراء وزيادة الإنفاق على البنى التحتية وتعليم الأطفال. ختام الموجز، ونعود إليك سلمى. إليسار، شكرا جزيلا. عاصفة ثلجية جديدة تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة معطلة حركة المواصلات، كما من المتوقع أن يصل سمك الثلوج إلى 30 سنتيمترا في بعض المناطق. ما يرزق والتفاصيل. بياض الثلج في واشنطن وضواحيها انقلب سودادا. حالة الطوارئ أعلنت في دلاوير، نيوجيرسي، تينيسي وفيرجينيا. أزيل الثلوج عن الطرقات طيلة النهار والليل. علي الانتهاء من هذه المهمة بسرعة، وخصوصا مع بدء تساقط الجليد. الطرقات باتت خطيرة بالنسبة إلى سائقي السيارات. سكان مناطق شرق الولايات المتحدة لازموا منازلهم خوفا من درجات الحرارة المتدنية. المدارس والمحال التجارية أغلقت أبوابها. الحركة السياحية لم تسلم أيضا من تداعيات العاصفة الثلجية. نحن لا ننوي السفر خلال الأيام القليلة المقبلة. نأمل تحسن الطقس خلال أسبوع حتى نتمكن من العودة إلى ديارنا. أكثر من 2000 رحلة ألغيت وأجلت أكثر من 5000 أخرى في مطارات واشنطن ونيويورك وفيلادلفيا. الأمر رهيب ومؤلم من الناحية المادية. يجب أن أذهب إلى العمل غدا، فإذا لم أتمكن من المغادرة اليوم فسأقع في مشكلة جدية. بعيدا عن اسوداد الصورة لدى البعض نتيجة هذه العاصفة الثلجية، ظهرت شلالات نياجارا بأبهى حللها. مياه الشلالات تجمدت وجمدت معها عيون كل من يراها. والآن إلى أخبار الرياضة مع عبد الرحمن عز الدين. عبد الرحمن تفضل. شكرا لك سلمى. السلام عليكم. بشعاره نكون أو لا نكون، يستضيف منتخب العراق ضيفه الصيني في الشارقة. بطاقة مباشرة وثانية لأفضل مركز ثالث، يحاول أسود الرافدين اقتناص واحدة منهما، والمنتخب اللبناني يتربص. المدرب حكيم شاكر يخوض مباراته الأخيرة كمدرب للمنتخب. أعد أسود الرافدين للفوز وضمان التأهل بغض النظر عن أي نتيجة أخرى. شاكر يعول على القائد يونس محمود ولاعب أيزر سبور التركي علي عدنان، إضافة إلى عناصر المنتخب الأولمبي. أما التنين فإنه سيخوض المباراة بأكثر من احتمال للتأهل المباشر، أقله التعادل. ليس مهما ما هي طريقة لاعب منتخب لبنان في مباراته الحاسمة أمام تايلاند، بل الأهم الذهنية والعقلية. باختصار هذا ما أكده الإيطالي جوسيبي جيانيني المدير الفني لمنتخب لبنان خلال مؤتمره الصحفي في العاصمة التايلاندية بانكوك. أمير روما أشار إلى أن فريقه على جاهزية تامة لخوض المباراة المقررة على ملعب رجا مانجالا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال. منتخب الأرز كان قد أجرى تدريبه الأخير بالأمس، ووضع جيانيني اللمسات النهائية على التشكيلة. سنلعب من أجل الفوز ولن ننظر إلى النتائج الباقية.
لقد استعدينا للمباراة كما يجب، ومخطئ من يظن أن المواجهة ستكون سهلة. لاعبون لديهم الخبرة الكافية لتأدية واجباتهم في مباريات من هذا النوع. لا أعتقد أننا سنتأثر بأي عوامل جانبية. حاضرة في يوم اللقاءات الودية ستكون منتخبات عربي أفريقيا. المنتخب الجزائري يستعد لنهائيات كأس العالم، وثلاثة مدربين يخوضون مباراتهم الأولى مع تونس ومصر والمغرب. مدرب الجزائر وحيد خليلودزيتش يبحث عن رفع معنويات لاعبيه عبر ودية سلوفينيا في البليدة. البوسني أبدى تخوفه من اللقاء لأن التعثر قد ينعكس سلبا على اللاعبين. اللقاء امتحان حقيقي لممثل العرب الوحيد في المونديال المقبل لكونه محطة في مرحلة الاستعداد، وسيضع خليل مدافعيه تحت اختبارات خاصة، كما ستكون المباراة مناسبة للظهور الأول للاعب توتنهام نبيل بن طالب بقميص الخضر. واستدعى البوسني غالبية المحترفين للوقوف على مستوى تنافسيتهم. منتخب تونس يأمل الاستعداد الجيد لتصفية أمم أفريقيا المقبلة عندما يواجه نظيره الكولومبي في برشلونة. المدرب نزار خنيفر سيقود نسور قرطاج بعد فشل التعاقد مع مدرب جديد، وطالب خنيفر لاعبيه بالالتزام دفاعيا لكون المنافس خامس التصنيف العالمي ويستعد للمونديال. وضم خنيفر صابر الخليفة إلى التشكيلة، كذلك حمزة يونس المحترف في رومانيا. وفي مدينة أنسبروك النمساوية يواجه المنتخب المصري نظيره البوسني. منتخب الفراعنة سيظهر بثوب جديد تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب في مباراته الرسمية الأولى، وسيعتمد غريب على ثلاثة محترفين هم محمد النني وعلي غزال وصالح جمعة. وتحت شعار الانبعاث من جديد يستضيف المنتخب المغربي نظيره الجابوني في مراكش. المدرب المؤقت حسن بن عبيشة يأمل ترك بصمة إيجابية في مباراته الوحيدة مع أسود الأطلس. نجم الدوري الإيطالي المهدي بن عطية وعادل تعربت في مقدمة الحاضرين، فيما ستغيب الإصابة مروان الشماخ وياسين بونو. نجم ميلان عد المباراة فرصة للمصالحة مع الجماهير بعد الخيبات السابقة. ونتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية التي ستخوض مباراة ودية أو في تصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا. نعود وإياكم إلى سلمى. عبد الرحمن شكرا جزيلا. فقرتنا الأخيرة في النشرة صور بين الماضي والحاضر. والآن إلى العناوين. بوارج عسكرية إسرائيلية تستولي على سفينة إيرانية تحمل أسلحة إيرانية وسورية مخصصة لفصائل المقاومة في غزة. السعودية والبحرين والإمارات تسحب سفراءها من قطر، والدوحة تعيد القرار إلى خلافات خارج مجلس التعاون. موسكو تؤكد أنها لن تسمح بوقوع حمام دم في أوكرانيا، وحكومة القرم تنفي الشرعية عن حكومة كييف وترفض التفاوض معها. لقاءات أمريكية روسية على هامش اجتماع دولي في باريس لبحث سبل دعم الاقتصاد اللبناني. تقرير أممي يتهم لأول مرة المعارضة السورية بانتهاك حقوق الإنسان، والخارجية الروسية تقول إن المتطرفين يحاولون إحباط اتفاقات المصالحة. الظهيرة انتهت، بعد قليل سنكون مع موجز لآخر الأنباء. إلى اللقاء.